يتم تمكين اي شيء قادر الاساتذه هذا هو الشان بالنسبه لتقديم الحي والتكريس للشكل تدرك ايضا 132,000 دينار. أهم الإخلالات اللي وقفت عليها دائرة المحاسبات خلال عملياتها الرقابية اللي تعلقت بالحسابات المالية للهيئة وبتصرفها المالي بخصوص العمليات الانتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2014 يمكن أن نبوبها حسب 4 محاور رئيسية. المحور الأول هو كل ما تعلق بالتصرف في الموارد البشرية، المحور الثاني هو صرف مبالغ دون موجب، المحور الثالث هو مدى التقيد بقواعد النفقات تأديت النفقات العمومية، والمحور الرابع هو آليات محافظة على ممتلكات الهيئة. على الهيئة تبرير ذلك، تبرير الإكراهات والإخلالات ليس على الدائرة، وهيك علاش معناها ضمن مع التقرير الدائرة هنالك إجابة الهيئة على كل ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات. بطبيعة الحال للهيئة إكراهات وضغوطات كانت معناها خلال العملية الانتخابية. داعما بالنظم السلامة المعلوماتية التقيد بالمعايير والإجراءات في باب المحاسبة في هذه التصاريح الجبائية للتشاريع التي أسندت من أجلها.